على صحتك. ربنا يخليك يا استاذ احمد، الحمد لله بخير وكل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. حضرتك بالصحة والسلامة. قول لي يا سيدي بقى، أنا شايف يعني مخبوزات الحرية بسم الله ما شاء الله منتشرة جدا. أنا ماسك الخشب أهو، يعني أنا ما الحمد أنا مش مبروك والله، بس أنا في حلقة النهاردة كده حلقة رمضانية، حلقة جميلة، حابب كده أقدم على مائدة الفطار للصائم. معانا الفول ومعانا العيش ومعانا الشوكولاتة ومعانا جميع المائدة تكون متكاملة. كل حاجة إن شاء الله بإذن الله في الشهر الكريم ده يا أستاذ أحمد. حبيبي الشهر الكريم ان شاء الله منورني في البرنامج يا استاذ علاء. والله ربنا يخليك يا استاذ احمد، ربنا يخليك. قول لي بقى يا سيدي، انا سمعت كتير جدا وكان لنا زياره جميله ومشرفه ناحيه مخبوزات الحريه. انت شرفتونا طبعا وشفتوا المنتج بتاعنا وبعينيكم وشفتوا الشغل بتاعنا عامل ازاي. يعني الحمد لله، يعني احنا دايما بندور الجديد بصراحة. يعني بصراحة للسادة المشاهدين، أنا 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 كنت بمر مرور الكرام وليس كان معايا تكليف ولا موجه على المخبوزات. نزلت أشوف بصراحة مخبوزات الحرية، يعني بسم الله ما شاء الله، لقيت جودة، لقيت نظافة، لقيت يعني حاجات جميلة. طبعا تعاملت بشكل محوري شوية أو بشكل إعلامي، دخلت الصالة يعني أنا قعدت أقول له يعني إيه، أنا عايز لو سمحت من ده كيلو من ده نص كيلو، أنا عايز أوصل لصالة الإنتاج. فلقيت حاجة جميلة جدا، حاجة مشرفة جدا. وبعد كده عرفت اللي هو ليه فروع كتير، ولقيت شهادات الجودة عنده بسم الله ما شاء الله. فأنا استغربت، قلت يعني انت فين من فين، لازم تكون معانا. فقلت له لا، انت لازم نعملك مداخلة تلفونية عشان انت فعلا نموذج من الشباب الناجح. يعني انا بتشرف دائما يعني ان انا اكون مع حضرتك، بس يعني الوقت كان معايا، الوقت اللي فات دوت مش يعني ما كانش معايا وقت والله، بس مش اكتر. مفيش اي يا سيدي، مفيش اي مشكله. احنا انا عرفت من حضرتك ان انت من الصعيد، انت من رجاله الصعيد. طبعا من الرجاله المحترمه. من اسيوط طبعا. دي مهنه كل سلامي لكل اهل الصعيد، سلامي لكل اهل الصعيد وبالاخص اسيوط. طبعا في اسيوط استاذ احمد. استاذ علاء، احنا في حلقتنا النهارده كنا بنتكلم على السلع الغذائيه. إيه لو كان في حاجه ناقصه مثلا في المواد، ولا في ليك طلب او معوك مثلا بيقابلك، فالبرنامج بيتيح المناخ او الظرف الصالح لكل مصنع. لو في عندك حاجه باب البرنامج مفتوح ليك. يعني احنا برنامجنا بيوفر المناخ المناسب او كما يجب ان يكون لكل رجل ناجح في عمله، لكل رجل بيقدم حاجه في البلد دي حاجة صالحة. انت باب البرنامج مفتوح ليك، لو انت حابب تضيف حاجة او مثلا بيقابلك مشكلة في حاجة قولها، البرنامج معاك اهوت. لا مفيش اي مشكلة، الحمد لله كل حاجة متاحة الحمد لله. يعني الحمد لله، يعني مفيش اي حاجة ناقصة، يعني الحمد لله كل حاجة متاحة الحمد لله، مفيش اي مشاكل. وربنا دايما معانا يعني الحمد لله الحمد لله. كنت انت قلت لي تقريبا في الصعيد بيقابلكم بعض من الصعوبات في شيء تقريبا. والله في الصعيد دايما الطرق اللي يعني الطرق في القرى دايما يعني المزارعين ضاغطين عليها ضغطه، يعني مش يعني انا استغربت جدا يعني. لقيته بيقول لي ان بلدنا كلها قايمه عن الافران اللي هي المخبوزات. بلد كاملة. أيوة طبعا طبعا طبعا. دي قرية عندنا في بوتيك تبع مركز أو بوتيك أسيوط، تمام. القرية دي دايما يعني كلها اعتبر يعني 95% من المخبوزات تلاقيها في القرية بتاعتنا، قرية بني سميع، تمام. يا سيدي سلامي لأهل القرية وسلامي لأهل الصعيد، ومن هنا من برنامج معاك في الصورة بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين. عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية في الشهر الكريم المفترق ده باليمن والخير والبركات. وكنا حابين مداخلتك التليفونية تكون معانا عشان نقول للسادة مشاهدين بالصعيد احنا بنحبكم من جوه البرنامج. بنشكرك جدا يا أستاذ علاء. معانا على كرسي The Voice Egypt. حقق حلمك، صوتك حلو، بتعرف تغني، بتعرف تقلد كاركتر ممثل أو مطرب مشهور. برنامج The Voice Egypt بيقدم لك فرصة ذهبية. دلوقتي تقدر تشارك معنا في برنامج The Voice Egypt. للمشاركة لجميع الأعمار كلمونا على 011
041 60 317. The Voice Egypt, انت النجم.